السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. معاكم كريم، والنهاردة هنتكلم عن مرض من أخطر الأمراض اللي بتصيب العائلة الباذنجانية، وخصوصا البطاطس والطماطم. في البداية، علشان نعرف حجم خطورة المرض، خلينا نبص على نظرة تاريخية. في أربعينيات القرن التسعتاشر حصلت مجاعة وسميت بمجاعة البطاطس الكبرى في دولة أيرلندا. اللي حصل ساعتها إن المرض انتشر بشكل وبائي، وحصل دمار لجميع المزروعات اللي موجودة في الدولة. الكلام ده تسبب عن وفاة أكثر من مليون شخص وهجرة أكثر من مليون شخص، فانخفضت نسبة السكان بسبب المرض من 20 ل 25%. ساعتها ما كانش حد عارف ايه هو المرض، وبسبب خطورة المرض الكبيرة جدا نلاقي الولايات المتحدة الأمريكية عاملة منظومة متكاملة للتنبؤ بالمرض، بداية من وجود ويب سايت خاص بمرض اللفحة المتأخرة، بينزل عليه كل ما يخص اللفحة المتأخرة وبيدي تنبؤات للمزارعين على حسب المناطق. كمان في نظامين تم تطويرهم عن طريق الأقمار الصناعية بأنها تدي تنبؤات للمزارعين بناء على التاريخ المرضي للمنطقة والظروف المناخية اللي كانت موجودة والظروف المناخية اللي موجودة حاليا، وبيتم تطبيق الكلام ده كله انه يطلع بمديول يطلع لنا ان خلي بالك المكان ده خطر هيظهر فيه اللفحة المتأخرة. الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله يظهر مدى أهمية المرض، ومدى ان ازاي المرض ده لازم نكافحه بداية من الوقاية قبل ما تحصل الإصابة، لان لو حصلت عندي الإصابة سهل جدا انها تدمر المحصول تماما، وكمان الإصابة لما بتحصل في أرض سهل جدا انها تنتقل لجميع الأراضي اللي في المنطقة والمناطق المجاورة. المسبب المرضي فيتوفسرا انفستنس، وهو فطر من الفطريات البيضية اللي بيسبب مرض اللفحة المتأخرة سواء في البطاطس أو الطماطم. دورة الحياة بتاعته باختصار بتكون في طورين، الطور الجنسي والطور اللاجنسي. الطور اللاجنسي هو في الأغلب اللي بيكون موجود، وهو اللي بيعمل إعادة الإصابة، وهو المنتشر في أغلب الدول حوالين العالم. أما الطور الجنسي فبيكون موجود في أماكن معينة حوالين العالم، مش موجود في كل الأماكن. بعد ما تعرفنا بسرعة على دورة الحياة، خلينا ناخد كم معلومة مهمة تعرفنا إمتى الإصابة بتتنشر ومدى الخطورة بتاعة المرض. مبدئيا كده، الرطوبة العالية هي المحفز الأساسي للفطر، بمعنى إن كل ما الرطوبة عندي ارتفعت كل ما هتحصل إصابة، وإصابة شرسة. وعشان كده دايما تلاقي المزارعين منتبهين للنقطة دي، ودايما يقولك اليوم اللي يحصل فيه شبورة لازم أدخل بمبيد وقائي للندوة المتأخرة، فالفطر بيناسبه 90% من الرطوبة النسبية. درجة الحرارة المثلى من 16 ل 24 هي الدرجة اللي بينشط فيها الفطر وبسرعة. مدة دورة الحياة بتاعته بتكون في خلال 3 ايام، لازم اخلي بالي قوي من النقطة دي. كمان لازم نخلي بالنا ان الجراثيم بتاع الفطر ممكن تنتشر في مجال حوالي 5 كيلو حوالين المكان اللي فيه الإصابة، وده يدل على ازاي ان الإصابة بيحصل لها انتشار، وانتشار سريع جدا. 1 سنتي من المكان اللي فيه الإصابة بيحتوي على 30 ل 40 ألف جرثومة من الفطر. الكرس الجرثومي الواحد لما بيحصل له انفجار بيكون في دايرة قطرها 1 كيلو متر لانتشار الجراثيم. أعراض الإصابة، دايما خلي بالك إن الندوة المتأخرة بتحصل في أطراف الأوراق، والسبب الرئيسي في إنها بتبدأ ظهورها في أطراف الأوراق هو تجمع المية، لأن أنا لما بيحصل ندى المية بتبدأ تتجمع على أطراف الأوراق، فدايما الإصابة بتحصل في المنطقة دي، والكلام ده ما يمنعش إنها تحصل في أي مكان في الورقة، وبتتنقل كمان معايا للسيقان وتنزل للدرانات في التربة أو الثمار لو الثمار موجودة زي الطماطم. شكل الإصابة بيديني مظهر إن الورقة المسلوقة في الأول، بعد كده بتبدأ تظهر عندي هيفات الفطر وبتدي الشكل المميز للندوة المتأخرة. الندوة المتأخرة في خلال ساعات بسيطة ممكن تعم الأرض عندك كلها ويحصل الكارثة. مصادر العدوى كتيرة ومتعددة، مبدئيا بتكون في العروش القديمة وبقايا النباتات المتحللة. رقم 2، ممكن تنتشر عن طريق الهواء، وزي ما عرفنا ان ممكن الكيس الجرثومي الواحد ينفجر ويوصل معايا ل 5 كيلو. كمان الاصابة ممكن تتنقل في الطور اللاجنسي عن طريق الدرانات اللي موجودة في المخازن،
يعني لو اتضرنا فيها بداية إصابة، الضرنة دي لما باجي أزرعها بتنقل الإصابة للأرض. كمان في حالة المطر ووجود الإصابة، المطر بيغسل الجراثيم ويخليها تنزل على التربة اللي بالتالي بتعمل إصابة للضرنات، وهنا تكمن الكارثة في البطاطس. لما نيجي بقى نتكلم عن المكافحة، ففي الأول إيه الحاجات اللي لازم أعملها علشان أحد من الإصابة أو أقلل تعرضي لإصابة اللفحة المتأخرة سواء في الطماطم او البطاطس؟ رقم واحد، اتباع دورة زراعية اراعي فيها ان ما يحصلش تعاقب ما بين البطاطس والطماطم في نفس الارض على موسمين متتاليين. لازم اتخلص من المخلفات النباتية لبقايا المحصول اللي حصل فيه اصابة، ويفضل بالحرق. تعال بقى لما نتكلم عن المبيدات الكيميائية، فاحنا رقم واحد المبيدات الوقائية اللي هنذكرها دي يفضل رشها اول ما النبات طوله يوصل معايا لسبعة سنتي، وفي الحالة دي بنبدأ بالبرنامج الوقائي كل 7 أيام في الظروف المثلى للإصابة. بعد كده لو حصل إصابة في المناطق بتاعتي أو في الجار أو في المزارع اللي حواليا، ببدأ إن أنا أتدخل فورا بالمبيدات العلاجية وما استناش إن الإصابة توصل لي. غالبا لما بنيجي نستخدم المواد الفعالة بنعمل خلط ما بين المواد الكيميائية الوقائية مع المواد العلاجية، ده إن كان أصلاً المادة أو المركب التجاري اللي أنا هستخدمه لا يحتوي على المادتين. تعال بينا نشوف الجدول اللي معنا. تلاقي في الجدول بتاعنا كاتبين أسماء المواد الفعالة بالعربي والإنجليزي، وبعد كده تقسيم الفراك لو أنت عايز تاخد التقسيم أو تعرف هو تبع مجموعة إيه. كمان هيساعدك إن أنت لما تبدأ تعمل دمج ما بين 2 مادة فعالة ان انت تخلطهم في نفس البرميل، فانت تختار يكون المجموعة تبع الفرات مختلفة مش نفس المجموعة. بمعنى لو جينا في اول 3 مركبات عندنا هنلاقي المنكوزيب والمترام والكلوروسالونين، فبفرض ان انا محتاج ان انا اخلط بين 2 مادة فعالة، ما ينفعش اقول ان انا اخلط المنكوزيب مع الكلوروسالونين لان الاتنين لهم نفس طريقة الفعل. بعد كده هنلاقي في الجدول المبيد اللي عندي ده مشتغل بالملامسة ولا ليه خصائص شبه الجهازية اللي هي الترانس لامينر ولا المبيد جهازي. بعد كده هنعرف المبيد ده بيشتغل وقائي ولا وقائي وعلاجي ولا علاجي بس ولا وقائي وليه صفات علاجية بسيطة. بعد كده هنعرف طريقة الفعل، هو بيأثر على ايه؟ هو بيأثر على التنفس ولا بيأثر معايا على الجدار الخلوي ولا بيأثر على ايه بالظبط المادة الفعالة على الفطر. بعد كده محاذير الخلط للمادة الفعالة، وبعدها هنلاقي في الجدول ايه الحاجات اللي يفضل او الملاحظات على المادة الفعالة دي، هل المادة دي ترش منفردة ولا يفضل خلط المادة بمادة تانية. تحميل الجدول موجود في وصف الفيديو ومتاح للجميع. يا رب في النهاية أكون أفدتكم أو أضفت معلومة جديدة، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.